Simandor. اللي يلزم باش يتم تكون راضيين ما فماش مشكل نكملوا الاجراءات اللي هي تقديم الدراجه ومن بعد ندخلوا نحب نقول لكم عدد التسقيات فوق 50,000 ولعل حتى باش يزيد العدد هذا العشيه من هوني للسته. حبيت نقول لكم انه الهدف الاساسي ولو هذا لقاء اول باش تكون عندنا لقاءات اخرى، لقاءات اخرى مع المواطنين مع الشعب التونسي شعبي اللي باش نمشي ونكون حريص باش نلتقي به في كل جهات البلاد بكل مكوناته وفي كل اماكن العمل ان شاء الله معناتها نجم نزور ونزيد نقرب منه ولو انا عمري ما كنت بعيد منه. سي منظر عملت دائما دائما كنت اليوم عملت نقد ذاتي باش رجعتوا اليوم باش تقدموا. انا نحب نقول لك انه الشعب التونسي شعبي اللي نحبه واللي كنت دائما حريص باش نخدمه عمري ما بعدت عليه حتى كي كنت خارج البلاد وضعي كان كيما الوضع نتاع مئات الالاف نتاع التوانسه اللي موجودين معناتها في المهجر، ولكن نحب نقول لك انه تونس دائما كانت في قلبي وتونس كانت دائما في فكري وسعيد حتى كما كنت هوني حتى من غير شك بالنسبه لي كان فما معناتها محطه مهنيه ومحطه عائليه جديده معناتها دخلت فيها، ولكن حتى في المحطه هذه كنت حريص دائما باش نقدم لتونس احسن الخدمات بالنسبه لدفع التنميه بالنسبه لدفع الاستثمار وبما فيه معناتها من انعكاسات في مستوى التشغيل. قرار ترشح ذا بعد التفكير العميق ذا بعد المشاورات. الهدف من الترشح شنو؟ الهدف من الترشح هو الأمل لتونس، هو الأمل لمستقبل تونس، هو ثقة في التونسيين والتونسيات باش مع بعضنا نحقق مستقبل زاهر بالنسبة لبلادنا. على أساس شنية؟ على أساس احترام التوازنات الكبرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، على أساس الأمل في للشباب. الشباب اللي لازم يعرف أنه فما مستقبل زاهر في البلاد هذه، وأنه اللي يعيش فيها واللي يدرس فيها واللي يعمل فيها بحول الله باش ينجم يقدم لها الكثير، وهي من غير شك تكون حريصة باش تأوي كل أبنائها وبناتها. إلى جانب هذا الهدف هو معناتها ضمان معناتها تألق تونس ومكانة تونس والاحترام الواسع اللي تحظى به تونس ولازم تحظى به تونس معناتها في محيطها الدولي وفي محيطها الخارجي. حبيت نقول لكم حضراتكم والله الحدود مش وضع الحدود، الحدود تتصور متساويه من بين كل المنافسين. نحب هوني نعبر عن بالغ احترامي وتقديري لكل من دخل في معناتها المحطه الانتخابيه الهامه اللي هي محطه هامه بالنسبه لتونس وبالنسبه لمستقبلها. تونس بلد ديمقراطي، تونس بلد الحريات، الحريات الفرديه والحريات الاجتماعيه. كل الاحترام بالنسبه لكل ما هو باش يدخل معناتها في العمليه الانتخابيه، واحنا قريب معناتها بعد المحطه نتاع الانتخابات التشريعيه باش تدخل المحطه نتاع الانتخابات الرئاسيه. فئه التقدير وفئه الاحترام بالنسبه للجميع، والشعب هو اللي باش يحكم والشعب هو اللي باش يقرر في اخر الفتره. التسقيات قلت اكثر من 50,000 ولعل حتى نفوتوا 60,000 معناتها مازال فما من هوني لسته تسقيات اخرى يحتمل نحكوها. حضرات الاخوه الاخوات نحب نقول لكم انه ترشحي زاده ياتي انطلاقا زادة لقراءتي بالنسبه لتطلعات الشعب التونسي في الامن في الاستقرار في بناء تونس جديده اللي فيها فرصه لكل تونسي ولكل تونسيه. تونس لازم تكون هي مدرسه الهويه، مدرسه الديمقراطيه، ومن غير شك معناتها تونس لازم توصل الى اعلى مستويات النمو والتقدم، وهذا بامكاننا. لازم ثقتنا في انفسنا، ثقتنا في برامجنا، ثقتنا في بعضنا، لازم معناتها الشعب الكل يكون معناتها يد في اليد من اجل الوصول الى اعلى درجات البلاد بالنسبه اعلى درجات.